بعد أن سلب الملك. الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه مؤسس هذه البلاد انطلق من الكويت، فالكويت يعني أميرها آنذاك أول أسرة، فانطلق منها الملك عبد العزيز، فتح الله على يديه المدائن، وحد الله على يديه البلاد، جمع الله على يديه الشمل، أقام هذه البلاد المباركة المشهودة. ثم دالت الأيام، تعرض الكويت لما تعرضت له مما لا يمكن أن يعني يغفل عنه أحد، الغزو العراقي. الغزو العراقي. ثم قدر أن يقوم الملك فهد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة برد الجميل لأهل الكويت، فتؤوى الأسرة الحاكمة من الكويت في ديارنا، ويدخل أهلها شرفاء أحرار إلى ديارنا، ثم عادوا ولله الحمد والمنة، ومن الله عليهم بما من عليهم. والمقصود من هذا الأيام دول، ومن عرف أن الأيام دول يحاول أن يصطنع المعروف. جميل. ثم إنه يبعد تماما يا أخي عن الشماتة. لماذا؟ لأن سنة الله في خلقه الدنيا عموما ككرسي الحلاق، إن صح التعبير، كان تعبيرا شعبيا لكن جرت سنة الله في الأمثال، أن الأمثال لابد أن تكون شيئا محسوسا، لا تكون موغلة في الأمر. الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله ماذا لن يخلقوا ذبابا. فالذباب شيء وضيع لكن كل الناس تعرفه، فعندما نقول كرسي الحلاق حتى الأمر يكون معروف. فالدنيا كرسي الحلاق، هذا يصعد وهذا يهبط، وترى هذا عيانا في سوق الأسهم، في أيام في الدول، في ناس أمسوا ولم يصبحوا، ناس أصبحوا وغدوا في الإمساء. فالمقصود البرامكة وما كان لهم من علو كعب وشأن في دولة بني العباس، لكن ينبغي أن يعلم أن الأيام دول، مع الأولى وهي إن الله يحب معالي الأمور. شيخ صالح، عند هذه الفقرة وهي أن الأيام دول، يعني لا شك أن الإنسان عندما يقدم في حال السراء، في حال الرخاء، عندما يقدم الوفاء والمعروف لغيره بإذن الله عز وجل أنه سيجد نتيجته عندما تنقلب الأيام، لا يذهب العرف بين الله والناس. لكن بداية يا شيخ، هل أستحضر مثل هذه النية أو نقول لا يفعل؟ لكنه لا يلزم. طبعا هو بعض الأمور ترى يجوز الخلط فيها في النوايا، طيب، يعني ما تكون حرام. الجمع يجوز، الجمع، طيب، خلط جمع يعني ما يمنع. الله يقول ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. نعم. هذا ليس بحرام، لأن هذا الربا هنا ليس الربا المحرم، وإنما هو العطايا التي يعطيها الإنسان رجاء ردها، وكان هذا معروف، طيب، لكن نزع عنه الأنبياء، قال الله ولا تمنن تستكثر، معنى لا تعطي تريد ما يصنعه الناس. لكن لو جاء إنسان وأعطى إنسان أغنى منه هدية رجاء أن يهدي إليه أعلى، هذا ليس مأجورا لكنه ليس حراما، ليس مذموما. ولكن الإنسان يزرع الجميل، ومن حقه أن يسترق الأحرار كما سيأتي. نقول الأمر الثالث يا أخي أن الحياة مراحل. طب ما علاقة حياة مراحل بالوفاء؟ لا يوجد أحد عالم شهير عرفه الناس بين عشية وضحاها، ولا يوجد ملك مشهود له بالقوة السياسية والعقلية وصل إلى الملك بعشية وضحاها، ولا يوجد غني أغناه الله بين عشية وضحاها. لكن القضية قضية أن الإنسان يمر بحياته بمراحل، خلال مراحل حياتنا يكون هناك أناس صفوة، صحيح، إذا خذلنا الغير يكون لهم دعم. أم تعكف على ولدها تربيه تتعاهده، ترفض أن تتزوج من أجله. الإخوة يساعدون أخاهم يظنون به قدرة على العلم. أصحاب يعينون صديقهم على نوائب الدار حتى يصل. طلاب يعينون شيخهم حتى يبلغ. هكذا في سائر الحياة، الحياة مراحل. خلال هذه المراحل يأتي إذا وصل الإنسان إلى الغاية يجب عليه حينها كما سيأتي في المجالات أن يبر من كان قد سبقت له النعمة واليد كما سيأتي تحريره في هذه المراحل، في هذه المراحل. فاستصحاب هذا الإنسان يعني يكون عاقل وهو يسير في الحياة، مو أنت وقتها يفعل الأمر فجأة، لكن الإنسان يغدو تدريجيا في حياته، يعرف ما له ما عليه حتى يصل. فالعلم بأن الحياة مراحل يوطن النفس على قضية الوفاء. جميل جميل. كذلك وهذا تبع له أنه ينبغي أن يعلم أن الإحسان مما يسترق به رقاب الأحرار. المتنبي يقول ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وقد جاء في السيرة العطرة والأيام النظرة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما كان صلح الحديبية كانت قريش تبعث الرجال ليتناوبون في قضية المباحثات مع النبي عليه الصلاة والسلام. أحد الرجال الذين قدموا كان بذيء اللسان من قريش، فلما وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أراد أن يقترب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام بيده، فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان واقفا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسيفه نحى الرجل،
فلما نحى الرجل سأل هذا الرجل هو بذيء اللسان قال من أنت؟ يقول للمغيرة. قال له أنا المغيرة. قال لولا أن يدا لك عندي لأجبتك. فعبر باليد عن النعمة. ومن باب الفوائد لمن يسمعنا، العرب تعبر باللسان عن الثناء، ومنه قول الله جل وعلا واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وتعبر بالقدم عن السعي، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي سعي وعمل صالح. وتكني باليد عن النعمة، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. فالمقصود كما قال الأول، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإنسان لا يسترق قلوب الأحرار بأعظم من اليد، لأن الحر يحفظ اليد. فحتى لو تبدلت الأيام، تغيرت السنون، أظهره الله وغيره، يستحي. ومن هذا جاء وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي. ولهذا أنا قلت في الأول أن غير محكومة بالدين، ولا أقصد أن غير محكومة بالشرع، وفي تعبير عن الشرع يختلف، فيها فرق، فيها فرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في جوار المطعم بن عدي بعد عودته من الطائف، بعد أن رده أهلها، وهو كافر. نعم. ومات المطعم قبل، دون أن يسلم، مات على الكفر، أسلم ولده. في غزوة بدر أظهر الله نبيه، فنظر عليه الصلاة والسلام للأسرى والقتلى، فقال عليه الصلاة والسلام وهو المشرع للأمة والقدوة، قال لو أن المطعم بن عدي كان حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. تركتهم لماذا المطعم دون سائر قريش؟ لا بقرابة، وإنما ليد كانت للمطعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت وفاء له. فهذا يدل على ما حررناه من قبل. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا أحسن يستجلب رحمة الله، وفي نفس الوقت يسترق قلوب الأحرار. يقولون أن رجلا من الخوارج خرج على الحجاج بن يوسف على ظلم الحجاج، فلما خرج على الحجاج بن يوسف كأن الحجاج عرف فيه الشرف، أعتقه، تركه، يعني كان بإمكانه أن يقتله، تركه. فلما تركه ومضت الأيام، ذهب الخارجي إلى قومه، قالوا هلما بنا نحارب هذا الخبيث مرة أخرى. قال هيهات، يعني لا يمكن أن يقع. أسر يدا معتقها، وملك رقبة مطلقها، أو العكس في اللفظ، لا يعني التغيير هنا لا يضر، لكن المقصود أن لما من عليه الحجاج بأن يخرج واعتقه، جعل هذا الرجل، جعل من تلك المسألة مانعا له في حرب الحجاج مرة أخرى. ختاما نقول إن الأنفس الشريفة لا يمكن أن يحل فيها الغدر ولا الحقد. والأنفس الأبية تعلم ما معنى أن يعني يتمثل أحد لها يد، تعرف معنى الإحسان. ولا يمكن أن يكون الوفاء إلا في أقوام شرفاء عظماء أجلاء، وإن كان أمر نسبي تفاوت الناس فيه درجات كسائر أمور الفضل، هذا يعلو وهذا ينزل وهذا يعطي وهذا يمنع، لكن المقصود أن هذه الخمس تقريبا أعظم المدركات التي يحتاجها المرء في الوصول إلى غاية الحفظ. جميل جدا شيخ صالح. قبل أن ننتقل من هذه المدركات إلى المجالات، وهي كثيرة جدا، أستاذنكم في هذا الفاصل مع المشاهد الكريم. مشاهدي الكرام، الوفاء له مجالات كثيرة، من مجالاته وفاؤكم أنتم مع هذا البرنامج من خلال تواصلكم وتفاعلكم مع برنامجكم عبر المنتدى الخاص بالبرنامج ضمن منتديات الصفوة. فريق العمل وفاء منهم، وفاء لكم، أعددنا هذا التقرير، فوفاء منكم أيضا، تابعوا تقريرنا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بخيط باللون الذي تفضله ابتكرنا للتألق قالبا بروجيه، إنها الثقة. شماغ وغترة بروجيه من شركة عجلان وإخوانه للأشمغة ثقات. في أشياء تستحق نحفظها، التغليف الداخلي الجديد فقط مع أكياس شاي ربيع يحفظ نكهته لآخر كيس. شاي ربيع، هو الشاي كل الشاي. هالسنه احمد عبد الله ما غاب ولا مره عن المدرسه، فربح جائزه الحضور الدايم. الاسره التي تستعمل ديتول بانتظام قليلا ما تمرض. ديتول، كوني متاكده 100%. بلسم في راحي.
انطلق هذا البرنامج في شهر شوال عام 1426 للهجرة، واهتمت به بعض المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية العالمية الإنترنت، ومن أهمها موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والذي خصص أحد منتدياته لهذا البرنامج المبارك. واستهلت المشاركات في هذا المنتدى ببيان طبيعة هذا البرنامج، وأنه إطلالة تاريخية وتأملات شرعية ورؤى أدبية وفكرية حول جملة من القضايا المتنوعة، وعرضها بطابع محسوس أكثر من كونه معنويا. والبرنامج مقتبس عنوانه من الآية الكريمة قطوفها دانية، والمشترك المعنوي بين اللفظين أن البرنامج محاولة لتقريب جملة من المعاني للمشاهد الكريم من خلال طرح موضوعي وتأملات موسوعية ومناقشات حية ينجم عنها تقريب المعنى وإرشاد المستهدي والوصول إلى الحقيقة بإذن الله تعالى. وهذا البرنامج برنامج شهري يأتيكم على الهواء مباشرة في الأربعاء الثالث من كل شهر، ثم تعددت المشاركات من أعضاء المنتدى وتنوعت الجهود ما بين كتابة مؤصلة وقراءة مثمرة وتساؤلات شائكة، وسمت همة أسرة الرميصاء وأمل الأمة لتفريغ حلقات البرنامج كاملة أو تلخيص فوائدها، بل خصصت صفحة على هذا المنتدى لجمع القطوف الرائعة واللطائف النافعة من كلام ضيفنا الكريم. وبمجرد الإعلان عن موضوع هذه الحلقة بدأ التفاعل والاستبشار بها، فكانت البداية من الأخ أحمد صبر، والذي يقول: إن الوفاء كلمة قليلة الحروف واسعة المعاني، يكفيها شرفا أن الجميع يتمنى ويتشرف بالانتساب إليها ويكره الانتساب إلى ضدها. بينما ترى الأخت سارجة الأمل أن الوفاء لا يمكن حصره في مجال واحد، بل هو متفرع ويتعدى الأشياء الحسية، فلا يمكن القول إن الوفاء يخص الأشخاص، بل هناك الوفاء للكتاب والوفاء للصداقة والوفاء للوفاء. وتقول الأخت بارقة الخير: الحديث عن الوفاء جميل بل ورائع، كيف لا، وهي خصلة أحبها الله سبحانه وأمر عباده بها، فقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وشاركت نور الإيمان بقولها: الوفاء باختصار خمسة حروف، تشتكي الهجر، تشتكي قلة الفرص، في زحام الأيام، فلم يعد لتلك الصفة أي مكان بين الناس إلا ما ندر. اختارت راجية الجنة مقالة ورد فيها: لم يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شيخ المسلمين وصاحب نبيهم صلى الله عليه وسلم، في الغار والدار، بكى عندما صعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فأراد أن يتكلم فتذكر حبيبه عليه الصلاة والسلام فغص وبكى ولم يستطع الكلام، فقال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ثم نزل. ثم توالت المشاركات